ليش يزحف نحو روسيا؟ الحلف الأطلسي ماشي نحو روسيا، نحو روسيا الوصول إلى البترول والغاز والفحم والحديد متاع روسيا لاحتلالها، هذه واضحة جدا. والروس متكلمين معايا على أعلى مستويات وقايلين إحنا رانا عارفين هذا الهدف. قال عارفين إحنا هدفهم شنو؟ هو احتلال البترول والغاز والفحم والحديد، هذه المناجم بما فيها الذهب اللي موجود في روسيا في القوقاز وما هوش موجود عندهم، عايزين يحتلوها. والله لازم تاخذوا بالكم بجد، في عهد موجود انا حي ولا بعدي ولا من الكلام هذا مسجل وموجود، اذا جاء حلف الاطلسي يقدر يحتل ليبيا وممكن نستشهدوا كلنا الا اذا كان في حمايه قوميه. الأمة العربية كلها عنده قوه عسكريه، الاعتداء على ليبيا اعتداء على كل العرب، الاعتداء على لبنان اعتداء على كل العرب، الاعتداء على موريتانيا اعتداء على كل العرب. ما تعملوا زي امريكا، امريكا لن تقتل في نفسها بنفسها، ليه مبسوطين ان امريكا تذبح في نفسها؟ اساطيل، قواعد، مساعدات، رشوه، فلوس في كل مكان، احتكارات، واحد جري دخلها تغرق، ساعة من الساعات امريكا تنهار زي ما انهار الاتحاد السوفيتي.